لقاء رجال الأعمال المغاربة مع نظرائهم الغينيين كان مناسبة للمقاولات المغربية للوقوف على احتياجات السوق الغينية. وخلال هذه المحطة وفي افتتاح ندوة حول المبادلة التجارية المغربية الغينية، نوه المسؤول في هذا البلد الإفريقي بالمجهودات التي يبذلها المغرب في سبيل تعزيز بناء المجتمع الديمقراطي وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية، كما أكدوا على أهمية تعميق الشراكة مع المغرب. المغرب هو البلد الوحيد الذي تربطنا به اتفاقية تجارية متميزة لفائدة البلدين. نرى اليوم عشرات رجال الأعمال المغاربة قدموا للقاء نظرائهم الغينيين. نقدر كل جهود المملكة المغربية المبذولة من أجل إحداث إطار جديد للشراكة مع بلدان إفريقيا الغربية. هذه القافلة تؤكد رغبة السلطات العليا في البلدين من أجل الذهاب إلى الأمام في إنعاش التعاون في قطاعات لا زالت غير مشغلة. هذه القافلة ستسمح بإنتاج استراتيجيات تمكن البلدين من تحقيق شراكة نموذجية. وكان المشاركون المغاربة في القافلة الخامسة للتصدير بإفريقيا قد حلوا بالعاصمة الغينية كوناكري بعد محطة السنغال، وحظوا باستقبال من قبل الرئيس الغيني الذي أكد على عمق الروابط التاريخية بين المغرب وغينيا. التعاون بين البلدان الإفريقية كان هدفي منذ كنت طالبا ولدي أصدقاء بالمغرب، والمغرب له علاقات وطيدة معنا في مجال الصحة والتكوين، ولدي رغبة أكيدة لتعميق علاقاتنا مع المغرب. أما بالنسبة لقضية الصحراء المغربية، أكد الرئيس الغيني أن موقف بلاده يبقى دائما إلى جانب المغرب. بخصوص قضية الصحراء المغربية، تعلمون جيدا أن موقف غينيا منذ الرئيس أحمد سيكو تولي، وهذا الموقف لم يتغير، ونبقى بجانب الموقف المغربي. نامل أن نجد حلا قريبا لهذه القضية، يستمر المغرب في تحقيق ازدهاره وتقدمه. على الرغم من الإمكانيات الهائلة التي يتوفر عليها الاقتصاد الغيني، فإن مستوى المبادلات التجارية بين المغرب وغينيا يظل ضعيفا سواء على مستوى القيمة أو الحجم، وإن كانت غينيا كوناكري تمثل سوقا واعدة وتفتح آفاقا كبيرة للمقاولات المغربية سواء العاملة في مجال التصدير أو المتخصصة في إنجاز الأشغال أو الدراسات.